لماذا انفصلت عن فاروق الفيشاوي بعد زواج استمر سنوات؟ نصيب نصيب يعني كان لازم ننفصل عشان ده النصيب. انفصلت زي ما انفصلت من اي زوج اخر. بقيت معاه كم سنه؟ خمسه. خمس سنين. سهير، بينحكى بالكواليس وانت قلت عرفت ازاي انه انت عانيت من ادمان فاروق لفتره طويله، يعني عانيت معاه في هذه المرحله وصرفت الكثير من الاموال. احنا انفصلنا عشان احنا يعني قعدنا خمس سنين كويسين وكل حاجه، وكنا بنشتغل سوا وكله، وهو راجل فنان كبير وعلى خلق وراجل فاروق الفيشاوي ده راجل فعلا، واللي حصل ان احنا ما قدرناش نكمل فانفصلنا عادي خالص. اللي خلاك تنفصلي عن فاروق؟ لا نصيب، ما انا بقول لك نصيب. في وقت بتيجي انت زي ما قلت لك بتلاقي ان الحياه صعب تستمر، فصعب ان احنا كنا نستمر بقى. انا اللي فهمته انه معظم زيجاتك ما كملت لانه الغيره كان سبب وعامل رئيسي، كنت تعاني من الغيره كمان مع فاروق؟ لا لا، فاروق ما كان، فاروق فنان زيي وانا فنانه وكنا بنشتغل احنا الاثنين، فما كانش في حته الغيره اللي دي. انما فاروق راجل غيار على فكره، هو راجل غيار بطبعه كمان، انما ما كانش دي سبب انفصالنا. لا، الانفصال ان احنا ما قدرناش نكمل، يعني زي ما قلت لك انا ما باجي لوقت معين واقول ان الحياه صعب تستمر على 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 مراره او على على ان طب نستحمل، طب نمشي، طب نخلينا مع بعض. لا، ما استحملش انا الكلام ده. يعني ما كان في مشكلة بالإدمان مع فاروق الفيشاوي؟ لا خالص.